ملكه وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن عملا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا، انتبه وركز معي، وأن لو استقاموا هكذا، وأن لو استقاموا، وأن لا لا مفتوحة مشددة، لا وي لا وي الواو مكسورة، يبقى مرة ثانية. وأما القاسي بالسين مش بالصاد، مش معنى استقبالك للطاء المفخمة تقلب السين إلى صاد. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهنا الوقف تم، يعني انقضى كلام الجن انتهى، يبقى الوقف تم. يعني ايه وقف تم؟ يعني تم في المعنى في اللفظ، مش متعلق باللي بعده من ناحية المعنى او من ناحية اللفظ. كلام تاني. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأما منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كل جميع بقى ركز معايا في المصاحف، والكل يسمع الجمهور، والجمهور ايضا والعشاشه، نبدا تسميع الايات. ها. وان ما منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم. من اسلم فاولئك تحروا الايه الخامسه عشر. نعم. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ومن يع البعبع اللي في العين. ودائما أقول لولا البعبع اللي في العين لكانت حاء، ولولا البحة البحبحة التي في الحاء لكانت عين. ومن يعرض رض الضاد المفخمة، الضاد هكذا من الأضراس اليمنى والأض أض أض الضاد، يعرض مفخمة مغلظة وفيها صفة الاستطالة. ومن يعرض عن ذكر الهمس اللي في الكاف، ذكر ربه يسلكه هكذا، يسلكه، خلي بالك من الساكن والمحرك، الحرف الساكن يسكن، والحرف المتحرك يحرك، الحرف المشدد يشدد، الحرف المفخم ص ط ق كما قلت من قبل يفخم، الحرف المرقق س س لا لا ع وما الى ذلك يرقق هكذا. يبقى هنا يسلكه عذاب، يسلكه هكذا، يسلكه يس. ومن يعرض، كل ينتبه معايا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الآية اللي بعدها أي وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا فلا تدعوا مع الله أحدا.
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم ناكل يلا بينا ها. نعم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. نعم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اسمع اسمع لحظة واحدة. وأنه الآية انتبه معايا. وأنه صلى الله عليه وسلم لما صلوا عليه وسلموا تسليما. الله من البخيل؟ من البخيل الذي إذا ذكرت إيه عنده ولم إيه صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنه لما قام عبد الله صلى الله عليه وسلم يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تسميع بقى لنفتنهم فيها. لا بداية واحدة وقف واحد. ما لنفتنهم فيه. ما شاء الله. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه. مرة ثانية وأن منا المسلمون ها. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. نعم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ركز معايا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك الشين اللي فيها شنشنة هي التفشي اللي في الشين انتشار الهواء الريح اللي في الفم اهو. ولا أشرك اسمعها تنطق ازاي ها. ولا أشرك مرة ثانية. ولا أشرك مرة ثالثة. ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا. خلي بالك هنا ضرا ولا رشدا صحيح. الضر بيجي مع النفع أو النفع مع الضر. خلي بالك الضر قبل النفع والنفع مع قبل الضر في ثمانية في سورة الأنعام خذ بيانيه كما نسبين إن شاء الله تعالى. إذن الضر قبل النفع والنفع قبل الضر. النفع قبل الضر في ثمان مواضع في القرآن. ثمان مواضع. إنما الضر قبل النفع في تسع مواضع في القرآن. إنما هنا ضرا ضرا ولا رشدا. خلي بالك معايا جات لك لو تلاحظ رشدا آية 10 رشدا جات لك آية 14 هنا أيضا رشدا آية 21. خلي بالك معايا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. تبقى الآية معايا اللي بعدها. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. نعم اقرأ. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. حش يسرح. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ها تسميع. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. خلي بالك وركز معايا، عايزين نبدأ التسميع من أول ما بدأنا، وأن منا المسلمون آية رابعة عشان نبدأ بالتسميع كده وبتركيز. يلا وأن منا المسلمون ها، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ها، ما شاء الله أسلم فأولئك الرابعة 10 15 بقى ها، أيوه كده. وأما القاسطون فكانوا لجهنم يلا السادسة عشر، وأن لو استقاموا على الطريقة أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه نعم، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. 18 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نعم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا نعم، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا نعم. 21 لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. 22 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ركز معايا، إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين. خلي بالك هنا خالدين فيها أبدا، وابدأ من بعد خالدين فيها في 11 يقينا في النساء لا تعد لولا وعد الثلاثا بعدها فحصلا. واللي حضر معايا وحفظ معايا جزء عما قلت آخر حاجة هناك في البرية سورة البينة، خالدين فيها أبدا كان آخر موضع رقم 11، يبقى أول موضع في سورة النساء هناك. بس ما خلي بالك عندك ولكم نصف وما فيهوش خالدين فيها أبدا يطع ويعصي، إنما مبدأ من بعد خالدين فيها أبدا في 11 يقينا في النساء سورة النساء، يعني النساء لا تعد لولا في لكم نصف وعد الثلاثا بعدها فحصلا. ولغاية لما نوصل سورة البينة هنا أيضا خالدين فيها أبدا، سورة إيه اللي احنا بنقرأ فيها دي؟ سورة الجن، من ضمن المواضع اللي فيها خالدين فيها أبدا. خلي بالك هنا خالدين مش خالدا فيها، لا خالدين فيها. ركز معايا نقرأ تاني الآية، اسمع. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف أضعف من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا. تاني إلا بلاغا من الله ورسالاته نعم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا. أسمع الآية الثانية قبل التسميع، إلا بلاغا من الله ورسالاته وبعدين التسميع ها، إلا كل يصحصح معايا كل يركز معايا. عبد الرحمن سعيد هنا مؤمن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا نعم، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أملا. الجميع يغلق المصاحف ويركز ويسمع ثلاث آيات. إلا بلاغا من الله ورسالاته. نعم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أنا عايز أسميع من الأول. وأنا منا المسلمون. يلا بقى ها. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم أسمع تحرر وشهد. كل يرتل. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يسرح نعم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. نعم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه. الآية 20. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب. الآية اللي بعدها كل يركز معايا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا كل يركز معي إلا منير تا منير راء مفخمة عشان قبلها كسر عارض مش كسر أصلي. خلي بالك منير تا ضاء الأمر سهل بسيط مش محتاج تعقيد. منير خلاص الراء مفخمة قبلها كسر عارض مش اصلي. الا منير تاء لا تقنى بالتاء الى طاء عشان استقبالك للضاد تقلق وهذا خطا. الحل ايه؟ الحل المشافه، الحل التلقي، الحل اخذ من افواه المشايخ، الحل روح الكتاب ولو شعرك شاب. نعم. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم. خد بالك معايا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نعم. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء. كل معايا بقى اللي تقرأ لك المصاحف ومعايا وعلى الشاشة وكله يسمع الآيات. عالم الغيب. ها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عايزين نسمع صوت الجن أقرأها الأول عليكم ولا أسمعها منكم تسميع؟ ها؟ تسميع. تسميع؟ طيب يلا نسمع سورة الجن وبعدين نقرأها معاكم إن شاء الله.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنهم كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا لأن بعدها ها سبعة وأنهم ظنوا كل صحصح معايا كل ركز معايا أن لن يبعث الله أحدا الثامنة وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا التاسعة وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع نعم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا الآية العاشرة لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق عشر ها ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه مرة ثلاثة عشر وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا رابعة عشر وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون نعم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا خمسة عشر القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء سبعة عشر لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا ثمان عشر ها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله تسعة عشر وأنه لما قام عبد الله ما شاء الله ها العشرون نعم نعم ها قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا واحد وعشرون إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا اثنين وعشرون قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ثلاثة وعشرون ها إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله رسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 25 إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 25 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 27 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا آخر آية قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ودايما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء إن شاء الله وجزاكم الله خيرا وفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.